السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. الفيديو بتاع النهاردة انا بتكلم فيه عن الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه وانتشار طبعا الفيروس ده. لازم كله يحافظ على نفسه واهل بيته. الموضوع ما بقاش اعداد، الموضوع بقى ناس مننا، ناس قرايبنا، ناس جيراننا. نأمن نفسنا ازاي؟ في وصفة كده احنا اتكلمنا عليها قبل كده بس بنعيدها تاني، هي عسل النحل، غذاء ملكات، جينسينج، بروبليز. احنا نقينا الخلطه دي او الثلاثه دول من اتقل حاجات من مشتقات النحل. نبدا بغذاء الملكات اللي هو الرويال جيلي. في كميه معادن هايله، في زنك، في حديد، في فيتامين بي، في بوتاسيوم، في سيليكون، في نحاس، فوسفور، كل ده موجود في غذاء الملكات. غذاء الملكات اقوى ماده لجهاز المناعه لاي سن، من فوق الثلاث سنين، اقل من ثلاث سنين يعني بيبقى تقيل عليهم شويه. غذاء الملكات بيزود الطاقه والحيويه للجسم على مدار اليوم، طول اليوم بمعلقه واحده. اقوى ماده مقويه للجهاز العصبي لاي سن برضه. نتائج هايله لعلاج الجهاز الهضمي وقرح المعده. غذاء الملكات مقاوم لاي تكوينات لخلايا مرض الكانسر. بالنسبه للرياضيين، الدينامو والمولد الحقيقي للطاقه والجهد اللي بدون تعب. شكله كالآتي، هو ده شكله غذاء الملكات، بيخرج بالمنظر ده. الغذاء الساحر لازق كده بالمنظر ده، وده اللي بينضاف على عسل النحل. ولو هيستخدم زي ما هو فالبني آدم مننا له راس كبريت، حجم راس الكبريت بالظبط، انما في العسل بيبقى دايب في العسل بقى خلاص. تاني صنف هنتكلم عليه النهارده الجينسنج الكوري. الجينسنج الكوري يا جماعه نبات قوي جدا ومهم جدا وحلو جدا. ده شكله وده منظره، في منه كوري، في منه امريكي، في منه احمر، في منه ابيض، في منه سيبيري. ارقاهم الكوري الاحمر وده شكله والمنظر بتاعه، ده احنا بنشوفه على علب ادويه كتير جدا في الصيدليه، الادويه الخاصه بالفيتامينات والمقويات العامه يعني زي جينكو فيت او غيره او حاجات تانيه كتير. المنظر ده وده شكله، ده الجينسنج. الجينسنج نبات معمر جدا، نتكلم عنه وعن فوائده. من اقوى النباتات المقويه لجهاز المناعه، اقوى المواد اللي مقويه للدوره الدمويه والاعصاب عامه، مقوي جدا للاعصاب، بيعمل تعديل لعمليه السكر، مستويات السكر في الدم والكوليسترول، طبعا بيزود حيويه الجسم والجهد العضلي. الجينسنج بيستخدم في علاج ضيق التنفس والرب والحساسيه اللي هم من ضمن اول اعراض الواحد ممكن يحس بيها، هو مقاوم ليها اصلا. بيعمل على تنشيط البنكرياس لافراز الانسولين. بيحتوي على مضادات الاكسده خصوصا لما يتحط مع العسل. ثالث صنف هتكلم عنه هو البروبليز. البروبليز او العقبر او صمغ النحل. ده عشب او ده ماده بتخرج من النحل. ماده لزجه لونها اسمر كده، بتبقى غامقه موجوده في الخليه. ده شكلها وهي متجمده. انما هي لما بيجي لها حراره او بتبقى سايله بتبقى لونها اسود ونفاذ شويه. اقوى ماده مطهره للنحل، يعني النحل بيصنعها سبحان الله عشان يطهر بيها نفسه ويملى بيها الفجوات بتاعه الشكل السداسي وبيثبت بيها جدار الخليه. اقوى ماده مطهره له هو، ما بالك بقى لينا هي. اول فايده له، اولا هي اقوى مطهر ومضاد حيوي طبيعي بيرفع جهاز المناعه. اقوى مضاد حيوي للامراض الفيروسيه والميكروبيه والفطريه، وبتقعد في الجسم اسابيع. يستخدم في التهاب الكبد او فيروس سي عامه، طبعا مع اضافته لانواع عسل ثانيه غير البرسيم العادي. علاج ظاهري للقروح والجروح وقرح الفراش ومرضى السكر اللي الجرح بتاعهم ما بيلمش، البروبليز ماده ساحره للموضوع ده. طبعا كل دول بيتحطوا على بعض وبيتعملوا في شكل كيلو عسل زي ما انتم شايفين كده، في منه كيلو في منه نص. وطريقه اخدانه كالاتي او طريقه استخدامه، ناخد معلقه من العسل دوت نحطها في الكوبايه، فوقها شويه ميه دافيين وعصره ليمونه صغيره، دوب كويس قوي يا جماعه، وبتتشرب الصبح على غير الريق يا سيدي، مره الصبح ومره بالليل. يا جماعه انتوا بتعملوا خط منيع لاي ميكروب واي فيروس، ويا رب بس الناس تستفيد من الموضوع ده وربنا يكفينا شر الأمراض وشر الأيام الصعبة اللي احنا عايشين فيها. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.